لي يعني نشاطات مختلفة، نشاط بحثي الأول ونشاط إنتاجي ونشاط إرشادي. فإحنا بالنسبة نتكلم عن البحوث، مهمتنا البحوث بتاعتنا بحوث تطبيقية، المعهد أو المركز كله بينفذ البحوث التطبيقية اللي تهم المزارع من حيث التوصيات أو الإنتاج أصناف جديدة مميزة متحملة لبعض الظروف التغيرات المناخية مثلا زي ارتفاع الحرارة أو المقاومة للأمراض. فده مهمتنا، استنباط أصناف مثلا مقاومة للجفاف أو متحملة للعطش، متحملة للملوحة. دي المهمات بالنسبة سواء فاكهة أو خضار أو زينة. فاحنا بنستنبط الحاجات دي بحيث تنتشر في الزراعة وتوفر لنا كميات مثلا مية أو تتوائم مع درجات الحرارة المختلفة في ظل التغيرات المناخية الحادثة واللي حاسين بيها كلنا. بالنسبة للنشاط الإنتاجي، احنا قسم المعهد بيوفر برضو بذور الأساس اللازمة للشركات عشان تنتج التوابل المعتمدة عشان تبدأ تسوقها للمزارعين. ونشاط موجود والحمد لله ملموس، وعندنا في حاجات ملموسة بالنسبة اللي بدأنا فيها دلوقتي، وخصوصا انه تدشين البرنامج الوطني التابع للمعهد. فبدأنا بالفعل نوفر كميات تقاوي الاساس للشركات والاداره المركزيه لانتاج التقاوي. بالنسبه للنشاط الارشادي، احنا عندنا طبعا ده بنعمل ندوات ودورات ارشاديه للمزارعين والمهندسين الزراعيين بالتوصيه بالنتائج البحوث التطبيقيه. يعني البحث التطبيقي بتاعنا بنعمل له توصيات بقى ازاي يبدا المزارع يستفيد ازاي من التوصيات ديت. مثلا لو كان في درجه حراره مرتفعه نقول له يعمل ايه، لو كان في هبوب رياح يعمل ايه، لو كان في مثلا اي اجراء احترازي يعمل ايه، لو في مثلا تداول معين لفاكهه معينه او كده يعمل ايه. فكلها حاجات دي من انشطه المعهد الموجوده، والمعهد دي تابع ليه عديد من اقسام الفاكهه، حوالي 7 اقسام فاكهه و7 اقسام خضار. عندنا برضو في قسم فلورا اللي هو خاص بتوصيف النباتات، عندنا قسم الاشجار الخشبيه، عندنا قسم تاني اشجار خشبيه، وعندنا قسم النباتات الطبيه والعطريه اللي بيهتم بالنباتات الطبيه والعطريه. فالمعهد يعني غني بالتخصص بتاعته، فمن المعاهد الكبيره اللي في المركز اللي هو يمثل يعني نسبه كبيره من كل حتى المحاصيل يعني. فده دورنا. في محطات بحثيه تابعه لينا، في 6 محطات بحثيه، في معامل مركزيه زي في معامل مركزيه تابعه للمعهد، في برضه حدائق تابعه لينا من الاسكندريه لاسوان. فالمعهد يعني غني وشامل بالكوادر العلميه الموجوده فيه. التقاوي او صناعه التقاوي في مصر هي الخروج من عنق الزجاجه، هي انتعاش الاقتصاد، هي تشغيل للايدي العامله، هي توفير للعمله الاجنبيه، هي تحقيق للامن الغذائي. قديما كنا بنزرع الاصناف البلديه، ولكن مع انتشار المسببات المرضية وتعدد السلالات الفسيولوجية للمرض كان لابد من البحث عن أصناف تقاوم الأمراض، وأيضا نتيجة للتغيرات المناخية واختلاف درجات الحرارة والرطوبة كان لابد من البحث وزراعة أصناف تتحمل الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة والتذبذب في الرطوبة نتيجة زيادة عدد السكان. كان اللجوء إلى التوسع الرأسي والتوسع الأفقي. التوسع الرأسي هو زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، والتوسع الأفقي هو الاتجاه إلى الأراضي الجديدة والمستصلحة والتي كانت تقوم بدورها أراضي ملحية أو يكون هناك نضرة في المياه، وبالتالي يجب من الاتجاه إلى زراعة أصناف وهجن تتحمل الملوحة وتتحمل الجفاف. بالتالي اتجهنا إلى زراعة الهجن لما تتميز به من جودة، من إنتاجية عالية، من مقاومة للأمراض، من تحمل للظروف البيئية الغير مناسبة والتغيرات المناخية. أيضا كان في اتجاه آخر هو تكاليف الإنتاج. احنا كنا للأسف بنستورد حوالي 98% من تقاوي الخضر في مصر. هذه كانت بتمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، مشكلة للعملة الأجنبية، فكان لابد طبعا ان احنا نتجه الى انتاج التقاوي محليا. تاني حاجة هو توفير وانخفاض تكاليف الانتاج. فتكاليف الانتاج هي عبارة عن ارض، اسمدة، عمالة، مبيدات وتقاوي. لكي نقلل من تكاليف الانتاج يجب ان نتجه الى زراعة أصناف وهجن مقاومة ومتحملة للظروف الغير مناسبة ومقاومة للأمراض، وبالتالي نمنع من استخدام المبيدات
وبالتالي نحصل على منتج خالي من المبيدات. الحاجة التانية هي كانت التقاوي، استيراد التقاوي من الخارج بيأخذ عملة صعبة كبيرة، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فإنتاج التقاوي داخل مصر بيؤدي إلى انخفاض التكاليف الإنتاج. في نفس الوقت زي ما بنقول هي بالنسبة لنا عشان أمن غذائي، طبعا كانت في اهتمام من القيادة السياسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه وجه الى اطلاق البرنامج الوطني لانتاج التقاوي سنة 2019. البرنامج بيهدف الى انتاج هجن واصناف من محاصيل الخضر تحت الظروف المصرية مناسبة للذوق المصري، متحملة للظروف الغير مناسبة. البرنامج طبعا فيه تكاتف في الجهود ما بين معاهد كتيرة، بين معهد البساتين ومعهد الأمراض ومعهد الوقاية، بعض الجامعات المصرية ومعهد الهندسة الوراثية، وفي تكاتف وفي شغل ومجهود كبير، بداية من معالي وزير الزراعة ومدير مركز البحوث الزراعية دكتور محمد سليمان، ووكيل مركز البحوث دكتور عادل عبد العظيم، ومدير معهد البساتين دكتور أحمد حلمي حسين. احنا ابتدينا في البرنامج بعشر محاصيل: الطماطم، الباذنجان، الفلفل، محاصيل العائلة القرعية، البطيخ، الكنتالوب، الكوسة، البطيخ، وأيضا محاصيل العائلة البقولية، البسلة والفاصوليا واللوبيا، بالإضافة إلى محصول البطاطس. الحمد لله يعني احنا سجلنا 26 صنف وهجين في البرنامج، وهذه الأصناف والهجن متحملة للظروف الغير مناسبة، إنتاجية عالية ومناسبة للذوق المصري. وجاري حاليا تسجيل بعض في اصناف تحت التسجيل، جاري تسجيلها باذن الله. البرنامج زي ما احنا قلنا ان هو يعني الميزه ان هو بيحقق الامن الغذائي، بيوفر العمله الصعبه، في نفس الوقت تشغيل للايدي العامله. طبعا في البرنامج احنا سجلنا مثلا في محصول الطماطم، انا ضمن الفريق البحثي في برنامج الطماطم، سجلنا 5 هجن في الطماطم، هي H16، H20، H25، H30، H35. الهجن دي بتزرع في العروة الصيفي المبكرة، ذات محصول عالي وفي نفس الوقت ذات صفات جودة عالية. وجاري حاليا ايضا تسجيل بعض الهجن في الطماطم. بالنسبة لمحاصيل العائلة البقولية ايضا تم تسجيل بعض الاصناف في البسلة والفاصوليا. الاصناف في البسلة بتتميز بالتبكير في الانتاج، لان زي ما احنا عارفين ان محصول البسلة هو محصول بيني بيزرع بين المحاصيل الاستراتيجية. والبطيخ من اهم محاصيل الخضر التابع للعائلة القرعية، والذي تنتشر زراعته على مستوى محافظات الجمهورية، ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة زراعة الهجن المستوردة، وذلك في معظم محاصيل الخضر خاصة البطيخ وكل محاصيل الخضر، وذلك لما تتصف به هذه الهجن من الارتفاع العالي في كمية المحصول، وكذلك المحصول المبكر، وأيضا المقاومة للأمراض، وكذلك صفات الجودة العالية. ولكن من أهم عيوب زراعة الهجن بالنسبة لمحاصيل الخضر هو الارتفاع الشديد في تكاليف أو في أسعار تقاوي الهجن مقارنة بأسعار الأصناف العادية، والذي قد يصل إلى عدة أضعاف الأسعار مقارنة بالأصناف العادية. من هنا تأتي أهمية وضرورة بل وحتمية إنتاج هجن محلية من تقاوي الخضر. من هنا تأتي ضرورة وأهمية بل وحتمية إنتاج هجن أو إنتاج هجن محلية من تقاوي محاصيل الخضر، وذلك للأسباب الآتية: خاصة ونحن نستورد، وبكل أسف، أكثر من 90% من تقاوي الخضر من الشركات الأجنبية من الخارج. من هنا تأتي ضرورة وأهمية إنتاج هجن محلية من تقاوي الخضر، وذلك للأسباب الآتية: أولاً، حتى لا يقع المزارع فريسة للشركات البذور الأجنبية. ثانياً، هناك ميزة في منتهى الأهمية بالنسبة للهجن المحلية، وهي أنها متأقلمة على الظروف البيئية المصرية، بمعنى قد نستورد هجين من الخارج ويكون مقاوم للأمراض في بلد المنشأ، ولكن عند زراعته تحت الظروف المحلية المصرية قد يصاب بالأمراض، والسبب في ذلك هو اختلاف السلالات الفسيولوجية المرضية أو الممرضة، أو اختلاف السلالات الفسيولوجية للمسبب المرضي. رقم 2، يعتبر من أهم برضه من أهم مميزات استيراد من أهم مميزات إنتاج الهجن المحلية هو توفير العملة الصعبة.
كذلك يعتبر الانتاج هو محليا مساله امن غذائي قومي، خاصه في ظل الحروب والصراعات والتوتر في العلاقات بين الدول الخارجيه، مما يؤثر على المستهلك وعلى الانسان المصري. ولكن هل هناك مميزات للهجن المحليه او امور تؤخذ في الاعتبار عند عمل برنامج انتاج هجن محليه من تقاوي الخضر؟ نعم، توجد هناك بعض المميزات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار. من اهم هذه المميزات أن تكون منخفضة التكاليف حتى لا نثقل على المزارع المصري بارتفاع تكاليف التقاوي، مما يقلل من ربحية المزارع المصري. ثانيا، يجب أن تكون مقاومة للأمراض المنتشرة تحت الظروف البيئية المصرية، وهذه ميزة في منتهى الأهمية خاصة لكل من المزارع والمستهلك، فهي مهمة بالنسبة للمزارع لأنها تقلل تكاليف المقاومة الكيميائية التي تعتبر مكلفة اقتصاديا بدرجة كبيرة جدا، ومما يؤثر على الربحية وعلى هامش الربح بالنسبة للمزارع. أما بالنسبة للمستهلك فإن إنتاج الهجن المقاومة للأمراض يؤدي إلى إنتاج منتج زراعي آمن صحيا ولا يسبب أي مشاكل أو أضرار صحية بالنسبة للمستهلك، وهذا أمر ضروري ومطلوب. ثانيا، يجب أن يكون متأقلم على الظروف البيئية المصرية أو على التغيرات الجوية التي نشهدها جميعا من ارتفاع شديد في الحرارة أو انخفاض شديد في الحرارة. رابعا، يجب أن يكون الهجين المحلي متحمل للظروف البيئية القاسية مثل ملوحة التربة، العطش، الجفاف، وبالتالي نجد أن مقاومة الأمراض أو تحمل الظروف البيئية القاسية يساعد في التوسع الأفقي بالنسبة للمحاصيل الخضر، وإنتاج الهجن اللي هي مرتفعة المحصول والجودة يساعد في التوسع الرأسي بالنسبة لوحدة المساحة الإنتاجية. أما بالنسبة لإنتاج الهجن المقاومة للأمراض أو المتحملة للظروف البيئية القاسية كالملوحة والعطش والجفاف يساعد في التوسع الأفقي بالنسبة لمحاصيل الخضر. كذلك من أهم مميزات الهجن المحلية لها أنها مناسبة للذوق الاستهلاكي المصري، فنجد أن حيث المستهلك المصري يفضل اللحم بالنسبة للبطيخ الأحمر الكريسبي المرمل سكرياته عالية، وهذه الصفات قد لا تتوفر كلها في الهجين المستورد. للأسف كان بيواجهنا مشكلة كبيرة جدا في مصر، وهي استيراد تقاوي الخضر، ودي كانت مشكلة كبيرة لأن احنا للأسف بنستورد أكتر من 90% من البذور سواء أصناف أو هجن من الخارج، وده كان بيمثل مشكلة كبيرة بسبب العملة الصعبة، بيمثل مشكلة على الاقتصاد المصري. كان بيواجهنا المشكلة دي، والحمد لله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مدير المركز معالي الوزير محمد القصير، وتوجيهات مدير المركز دكتور محمد سليمان، ووكيل المركز للإرشاد دكتور عادل عبد العظيم، وقيادة دكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، لإطلاق برنامج إنتاج التقاوي الخضر المصرية بأيادي مربي النبات المصريين. فدي كانت انطلاقة كبيرة في 2019 وتم التوجه ليها. الحمد لله أنا عضو في برنامج إنتاج تقاوي الكنتالوب، هجين الكنتالوب، وتم إنتاج هجينين، بستان واحد وبستان اتنين، ودول هجينين محليين يتبعوا للمعهد بحوث البساتين، وكانت إنتاج مبشر جدا لأنه هو بينافس بقوة الإنتاج الخارجي والهجن المستوردة. والحمد لله احنا دلوقتي في السيوزن بنجمع البذور وبنحصي عدد وكميه البذور المنتجه تحت الظروف المصريه. طبعا الكنتالوب ليه قيمه اقتصاديه وقيمه غذائيه عاليه. نجد ان القيمه الاقتصاديه ان هو محصول تصديري هام جدا، اما بالنسبه للقيمه الغذائيه فبنجد ان محصول الكنتالوب بيحتوي على نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم، وده هام جدا لمرضى ارتفاع السكر والضغط الدم. كمان بنجد ان هو مليان بمادة البيتا كاروتين المهمة جدا لامراض ومقاومة امراض السرطان، خاصة امراض سرطان البروستاتا. وبالنسبة للمرأة المصرية فهو مهم جدا لانه بيؤدي الى زيادة انتاج الكولاجين. طبعا احنا بنحبه كان فاكهة صيفية، هو ثمرة
ممتازة جدا للحفاظ على البشرة والحفاظ على جفاف الجسم، منع جفاف الجسم، فدي حاجة جميلة جدا وبالنسبة لأطفالنا بيحبوها، ودي مهمة جدا لتحسين عمليات الهضم بالنسبة للأطفال، لأنه هو غني بالألياف الغذائية المهمة لعمليات الهضم وتحسين الهضم في الجسم. طبعا الانتاج التقوي كان ده اهم حاجة احنا عملناها عندنا في قسم بحوث تربية الخضر، وكان ده تحت رئاسة الدكتور اشرف وقبليها طبعا رؤساء القسم المبجلين، وكان ده اتجاهنا مع مشروع انتاج تقاوي الخضر اللي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا اهم حاجه في موضوع انتاج تقاوي الكنتالوب ان احنا بندور على نسبه سكريات عاليه، ثمره جيده بالنسبه لمواصفات الجوده، سواء في ارتفاع فيتامين سي وكمان التي اس اس او نسبه السكريات الزائبه الكليه، فدي كانت مبشره جدا عندنا في الهجينين بستان واحد وبستان اثنين، لان عندي نسبه السكر توصل الى 13 ودي نسبه عاليه جدا، والمصريين طبعا بيمتازوا بان هم بيحبوا كل الثمار ذات حلاوه عاليه. طبعا الثمره بتمتاز بجودتها التخزينيه العاليه، لان اللحم بتاعها كرانشي خلاف لونها الجميل اللي هو الكريمي الى الاخضر، فلدرجه ان السنويه طبعا عندنا بيحكوا عنها ان هي العسل الاخضر، فنظرا لحلاوتها العاليه وكمان ثمارها الجيده. طبعا الفجوه اللي بتبقى جوه الثمره، فدي كانت اهم حاجه عندنا ان هي تبقى حجم الفجوه صغير، مما يتيح ان حجم اللحم يكون اكتر، وبكده بيكون المستهلك بيقبل عليها خلاف الصلابه العاليه وتكون الشبكه اللي حوالين الثمره ولونها المميز اللون الاصفر الذهبي، فده وريحتها المميزه طبعا اللي كل ست مصريه بتدور عليها في الكنتالوب، هي الريحه المميزه علشان اختار ثمره كويسه بتمتاز بسكر عالي، بتمتاز بجوده كويسه وكرانشي ولحميه في نفس الوقت لثمره الكنتالوب.